تحياتي لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بحلقة جديدة من برنامج إفطار بالدار، معي أنا حنين بقعين. كل يوم حزورة شكل بشو عاملين اليوم، وكل يوم الناس بيعرفوا الإجابة عالسريع وعالطاير، أنا ما بساعدهم شوي. خلينا نروح نشوف شو حزرتنا لليوم بشو عاملين اليوم. شو عاملين اليوم؟ اليوم حبينا يكون الفطور مش دسم بس زاكي ومغذي كتير. منيح إنه ما حدا جاي عنا اليوم، لأنه عاملين 3 كاسات عدس صغير بني، بصلتين حجم متوسط، كوب برغل خشن، ملح وكمون وفلفل أسود، ومي لنسلق العدس، شوية زيت زيتون لقلي البصل، وكمان معلقة لينحط على وجه الطنجرة بعد ما تستوي. نسلق العدس لثلاث ارباع الاستوى، تمام؟ ومنحتفظ بمية سلق العدس لنحط شوي منها فوق البصل المقلي، بعدين منضيف البرغل للعدس والبصل لحتى يستووا، وعلى الوجه منقل شوية بصل كمان ومنحط معلقة زيت زيتون. احذروا شو عاملين لليوم. شو عاملين اليوم؟ ما رح أسأل سهلة ولا صعبة، أنا عارفة شو الجواب، وكل الأشخاص اللي حضروها عرفوا شو هي الإجابة الصحيحة، وابعتوا لنا إياها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بمزاج أف أم عشان تفوتوا معنا على السحب بفاوتشر بقيمة 30 دينار مقدم من منتجات نبيل. منتجات نبيل، شو ما بتشتهوا، شو ما بيخطر على بالكم بتلاقوها بمنتجات نبيل، يعني ممكن تستفيدوا من أي إشي بدكم إياه، بيتزا، لازانيا، تشيكن ناجتس الأطفال، كبة، سمبوسك، حتى الفلافل موجودة عندهم. خليني أحكي لكم كل يوم معلومة شكل أنتوا بتستفيدوا منها، وبنفس الوقت بتضيفوها لمخزون المعلومات عندكم. خليني أحكي لكم بين الحقيقة والخرافة. خلينا نبلش بالعصير. هلا كتير من الأوقات بنسمع ناس بيحكوا قد ما تشرب كميات من العصير الطازج ما بيأثر عليك، وعادي تقدر تاخد راحتك وانت بتشرب عصير. يا جماعة، يعني كل شي بيزيد عن حده بيقلب ضده. المتعارف عليه يوميا يعني ما تزيد عن 3 كاسات عصير، مش قد ما بدك، لا 3 كاسات، مش مفتوح الموضوع. ليه يا جماعة؟ هلا إنه أنت أخذت كميتك اللي بتفيدها لإلك بهدول 3 كاسات، مش قد ما زدت أنت والله حتكون الفائدة لجسمك أكتر. وبعدين بنفس الوقت دائما أنا بحكي لكم إنه الواحد يأكل الفواكه طازة أحسن من إنه يعصرها ويشرب العصيرة، هيك بياخد فائدة أكتر. بس لكن في بعض الناس بحبوا يبردوا على حالهم خصوصا بفترة الصيف، فإذا حبيت تشربوا عصير 3 مرات باليوم كافي، أكتر من هيك ممكن يزيد وزنكم لأنه السكر بيكون في نسبة بالفواكه، تمام؟ خليني أحكي لكم كمان بين الحقيقة والخرافة عوجبة الفطور. دائماً بنسمع عوجبة الفطور كل شو ما بدك، شو ما بتشتهي. يا جماعة الموضوع مش هيك، صح كل وجبة غنية متكاملة مثالية، بس مش معناته ولا تصحى تفطر لي شوكولاتة مع كميات كبيرة من الأشياء اللي بتنصح الدسمة، لا. كل شو بتشتي، يعني وجبتك لازم تكون غنية بالكربوهيدرات، البروتينات والألياف الغذائية، يعني لازم تكون مشكلة، ماشي؟ مش ما تشتهي كل إشي، لا، هي وجبتك لازم تكون محتوية على هدول 3 أشياء اللي حكيتهم، تمام؟ خليني أحكي لكم. وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بكرة على الساعة 4:30 تحضروني بإفطار بالدار على صفحتنا الخاصة بمزاج أف أم. بلاقيكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة. باي باي.